نحن كأطباء بياطرة قدمنا شروحات فيما يخص الأمراض المتنقلة وأعراضها والوقاية منها لتفادي الأعراض التي ستصيب المواطنين في صحتهم، وقدمنا نصائح فيما يخص قطعانهم وحمايتها من الأمراض. فهمونا كيفاش نتفاداو العدوى الانتقال هذا المرض من الحيوان للإنسان. نشكرهم على هذه المبادرة ونثمنوها، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. نشكر الأطباء البياطرة اللي راهم قدموها، هذه كذلك من بين الحوايج الحساسة والأمور الحساسة اللي تخص المنطقة، لأنها في الأصل هي منطقة رعوية ومنطقة فلاحية. إذا يتعاملوا الناس يتعاملوا مع 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 الحيوانات بصفة خاصة، إذا هذه التفاتة باهية لأنهم تفهمهم في بعض الأمور اللي باش يتفادوا المرض هذا.